السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا عملت مهندس وصاحب العمل عنده مشاريع يقوم بها في ترميم المنشآت الأثرية الإسلامية، ايوه لكن بعض هذه المنشآت بها مساجد أطرحة، فهل يجوز العمل بها أو مشاركته؟ يعني أنت مختار ولا أنت مختار أو مجبر؟ والله إذا لا كان كنت على الشغل أكون مبقي، يعني أملك مشتركي بس الشغل في موجود في الحاجتين. والله حاول أن تتحرى قدر الاستطاعة، وبعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم.